السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي دورة السيمفوني 5. في الجزء السابق كنا حبسنا في سالينا مع اللوجين واللوجاوت، قلنا في هذا الجزء ده ولا ابتداء من قلنا الجزء اللي هيجي قلنا غادي نشوفوا كيفاش نديرو الابلود ليماج في هذا الجزء. ابلود ليماج لاني في هذا الجزء ده قبل من ندوزو الابلود ايماج غادي نزيدو البروفيل. خصنا فاش نكليكيو على يوتيزاتور ديالنا هنايا فيمشي للبروفيل ديالو يشوف المعلومات ديالو. فغادي نمشيو اول حاجة نزيدو واحد الكونترولر واحد اخر نسميوه بروفيل. فغنديرو php bin slash console make controller ونسميوه بروفيل كونترولر نديرو اونتري. فمن بعد ما يتزاد غادي نطلعو البروفيل ديالنا اللي هو هدا. ايوا سيدي، في هاد البروفيل هدا غادي نجيو شنو عندنا هنا سلاش ديجا راه كاين زاد سلاش زاد والبروفيل زاد وغادي يروتورني لنا لاباج اللي ديجا تزادت. كتزاد اوتوماتيكيا لاباج اللي هي برو الدوسي اللي هو بروفيل لاباج اللي هي اندكس. دابا خصنا فاش نمشيو لهاد الاندكس هادي شنو قلنا؟ قلنا نافيشيو لي دوني ديال ليتيليزاتور. فغادي نجي بلاتي سمحوا لنا غير واحد الدقيقة غير نتأكد من واحد المسألة ونكملو. فهادي بغيت نهز هاد اللعيبة هادي من هنايا وغادي نزيدها هنايا. في إلا كان ديجا عندي فهاد هنا هادي كنا كنتيستاو، إلا كان ديجا لوتيليزاتور كونيكتي كنصيفطوه لاباج اللي هي تاسك. هنا غنديرو العكس، هنا غنتيستاو بالعكس. إلا ما كانش مكونيكتي فما عندوش حق يدخل للبروفيل، فغادي نعاودو نردو لاباج ديالنا اللي هي الهوم بيج. هنا غادي نديرو العكس، وايضا غادي نصيفطو اليوزر. في اليوزر غادي نصيفطوه لاباج اللي هي بروفيل، غادي نصيفطو لاديس كات يوزر. هذا اليوزر اللي مكونيكتي فكان ريكوبيري ديس كات يوزر. فهنا كان تستوي الا ما كانش عندنا اف نوت، الا ما كانش عندنا فما عندش حق اليوزر، ما عندوش حق يدخل البروفيل تي. وهنايا الا كان عندنا كنصيفطوه لاباج ديالنا اللي هي اندكس اللي كاينه في البروفيل. دابا غادي نمشيو لداك لاباج اندكس اللي ديجا كاينه تما اللي هي هادي. فغادي نلقاو فيها شي لعيبات، كنظن بانه غادي نحيدو هادشي كامل. غادي نهزو هادشي اللي هنا نفشو بحالو، غادي نزيدو هنايا. فهنايا غادي نديرو اليوزر يوزر نيم، وهنايا يوزر ايميل. وهنا قبل ما نديرو الابلود، حيت الابلود غادي نزيدو لها واحد الفورم خاص بها، فغادي نزيدو بعدا غير واحد ليماج. هاد ليماج هادي هي اللي غتكون فيها التصويره ديال ليتيزاتور. دابا حيت مازال ما زدنا حتى شي تصويره معلو، غادي نديرو غير واحد الصوره بار ديفو وغادي نخليوهم حتى نزيدو بعدا. مازال نزيدو، خصنا نزيدو لو شون ايماج في نزيدو لو شون ايماج في لاطابل ديالنا اللي هي يوزر، وعاد نزيدو الفورم، وعاد داك الساع نريكوبيريو ليماج. هنا غادي نديرو يوزر يوزر نيم فهاد الالت هادي، وهنايا قلنا ليماج غتكون هنايا. وغادي نجي نعطيها واحد العرض، نعطيوها 150 حيت الويدت، والهايت نعطيوها واحد 150 حتى هي. وكاين غادي نمشيو لهاد بيكسابي نهزو شي ايماج من هنا كيما كانت، نديرو كوبي لادريس ديال ليماج غير باش نزيدو شي تصويره هنا في البروفيل، غير باش نشوفو البروفيل وصافي. فليماج غنزيدو هنايا، بقى لنا نزيدو غير لو ليان للروت اللي زدنا اللي هو بروفيل. فغادي نجي غادي نهز هاد الباط هذا
غادي نزيدو هنايا وغادي نقولو كيدينا البروفيل. فاش نكليكي على اليوزر نيم غادي يديني البروفيل. فارنا دابا نتستاو ونشوفو هادشي اللي عندنا واش هو هذاك اولا لا. فغادي نديرو اكتواليزي ونتستاو. مازال انا ما بديماريش السيرفر. غنديماري السيرفر ونتيستيو. فعلا ما ديماري ارنا نشرب واحد شويه الماء. فنأكتواليزي ونشوفو شنو غادي يعطينا. كيف كنشوفو هنايا فاش كنمشي للبروفيل ديالي كيعطيني هنايا وعطاني الصمادي ايميل اللي هو هدا. وهنايا اليوزر نيم هو الفوق الى شفتي هنا في التيتل ديال لاباج غادي تلقى بانه راه اليوزر نيم هو اللي كاين في التيتل. فدابا شنو خصنا نزيدو؟ كما قلنا سنزيدو الفورم ديالنا. ولكن قبل ما نزيدو الفورم بعدا خصنا نزيدو حيت لاباج حيت لاباز دو دوني ولا لاطابل ديالنا اللي هي يوزر ما فيهاش لو شون اللي هو ايماج. خصنا نزيدو لو شون ايماج وغيكون التيب ديالو هو سترينغ. فباش نزيدو لو شون ايماج هما دايرين هنا في الدوكيمونطاسيون قالك هي المايغريشنز اند ادين مور فيلدز. فبنفس الطريقة اللي شفنا من قبل كنديرو php bin console make entity وكنعطي السمية. إلا كانت عندي شي entity اللي ديجا كاينة كنعطي سميتها. إلا كنت باغي غير نزيد فيها دي الشون كنعطي السمية ديالها وكندخل الشون اللي بغيت نزيد. صافي إلا كنت غادي نزيد أكثر من الشون كندخلهم كاملين. كنت غنزيد غير واحد كندخل واحد وكندير entry press enter again to finish. فهذا ما كان. ومن بعد كما دايرين هما هنا قالك كتلقى بان راه تزادت وعاد خصنا نكريو الميغراسيون باش نصيفطو داك لو شون اللي زدنا نصيفطوه لاطابل. فهادشي اللي غادي نديرو دابا. غادي نحبسو السيرفر غادي نديرو الكوموند ديالنا باش نكريو اونتيتي. فالاونتيتي ديجا راه كاينه اللي هي يوزر. فهنايا هي your entity already exists so let's add some new fields. غادي نزيدو الفيلد اللي غنزيدو قلنا هو ايماج. غادي نديرو اونتري. هاد ليماج غادي التيب ديالها غادي يكون سترينغ ونخليوها 255 و درنا لها نوت نال. فنورو انا كنت باغي نديرها نال. فغادي نحبس مره اخرى ونعاودوها مره اخرى. فغادي نعاودوها حيت انا كنت حيت ليماج خصني نديروها نال باش ما يعطيناش ايرور فاش نمشيو للبروفيل ديال اليوزر. فغادي نعاودو نديرو يوزر مره اخرى. غادي نديرو هنايا بروبرتي نيم ايميج بروبرتي اوريدي اكزيست. فتزادت عندنا في اليوزر انا واش نزيدها زادت. وير از داك ليماج جيت يوزر ديجا هي كاينه هنايا. نحيدوها شوف الجيتر ديالها والستر واش كاين. جيت باسورد جيت روز جيت سالس ما تزادو هنايا. غادي نحيدوهم. ما عرفتش ممكن انه تزيدها هنايا كنظن بانها ولاني ما عرفناش واش الا زدنا مانيوال غادي تخدم هنا بحال انا لانت ونديرو الديفولت فاليو نال واش الا زدنا واش غادي تتخدم بعين الاعتبار ولا ما غاديش تتخدم. المهم حنا نعاودوها وصافي نزيدوها مانيوال حسن. فنعاودو عاوتاني مرة اخرى. فقلنا اليوزر ايميج التيب ديال سترينغ قلنا الفيلد لاند 255 هنايا واش نال غادي نديرو يس وصافي. هادشي اللي كاين وغادي نديرو اونتري. فاش غنديرو اونتري كما قبيله تزادت غادي نلقاوها تزادت حتى هنايا هي ايميج. هادشي اللي قلتلك قبيله نزيدو هاد النول لابل ترو فما عرفتش كان زدناها واش غادي تاخد بعين الاعتبار ولا ما تاخدش. المهم احنا اي تزاد دابا هنايا هي نيل حيت هنايا علاش نيل فاش ليوتيليزاتور يمشي اول مره للبروفيل ديالو. فالا ما كانتش عنده ليماج
فتافيشا ليماج بحال دابا تافيشا هاد ليماج هادي ولا شي ايماج اخرى بار ديفو على ما يزيد هو ليماج ديالو. فالا ما كانتش نال الا ما درناش لا فالور نال فغادي يطلع لنا ايرور غيقول لك بان الفيلد ايماج ما كاينش. وهنايا الكيترز والسيترز غادي يكونوا لتحت كيت ايماج والست ايماج. دابا كما قلنا هنايا خصنا دابا نزيدو الميغراسيون نزيدو الميغراسيون لاننا زدنا شون جديد ولا المايغريشن. فغادي نديرو اونطري ونعينو على ما يعطينا المايغريشن. الميغريشن ديالنا يتزادت الى مشينا للدوسي اللي هو المايغريشنز في هذاك الميغراسيون. وير از ات كاين هنا الريبو داتا فهنا المايغريشنز فهادي هي اللي تزادت التاليه هي هادي كنظن فيها التر تيبل. هي التر تيبل باش كنزيدو ليماج التر تيبل يوزر اد ايماج فارتشار 255 ديفولت نال. ودابا شنو بقالنا؟ بقالنا نزيدو المايغريشن باش لو شون ديالنا يتزاد. فإلا مشينا لهنا ودرنا هكدا مايغريت فغادي يقول لك كدا غنديرو يس فهي مايغريتين تو كدا كدا شي فهي تزادت. دابا إلا مشيتي للطابل ديالك غادي تلقى بأن تزاد في هداك لو شون اللي هو لو شون اللي هو ايماج. فهادشي اللي كاين غادي نطلقوه في الموقف هنا نطلقوا الجزء القادم فين غنزيدو الفورم. حيت كيما قلت لك غادي نزيدو واحد الفورم باش غادي تعطينا هنا واحد الانبوت اللي ممكن نكليكيو عليه ونعزلو ايماج وحده اخرى نزيدوها. وعاد من بعد نشوفو نزيدو الكود اللي غادي نديرو به الابلود. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.